بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم بالفيديو الثاني ضمن سلسلة الـ OOP بلغة C++. بالفيديو السابق تحدثنا عن مفهوم الـ Object Oriented Programming بشكل عام بدون ما نكتب أي كود. آخر شيء وصلنا إلى الظاهر أمامنا الآن بالشاشة، هو عبارة عن كلاس الكار واللي بيه أفعال وبيه صفات. قلنا الصفات راح نمثلها بمتغيرات والأفعال نمثلها بدوال. بهذا الفيديو راح نبدي نسوي هذا الكلاس مالتنا، نسوي له إنشاء. حتى أسوي الكلاس راح أكتب كلمة مفتاحية واللي هي كلاس. لاحظ تغير لون هذه الكلمة لأن هي من الكلمات المحجوزة بلغة C++. بعد ما كتبت كلمة كلاس، أنا دا أسوي كلاس يمثل لي بسيارات بشكل عام. إذا اسم الكلاس كار. بعد ما كتبت اسم هذا الكلاس راح اجي افتح قوس كيرلي براكتس قوس مائل منحني، وبنهاية الكلاس راح اجي اخلي هذه العلامة او قوس اسدة ايضا القوس اللي فتحته، واخلي علامة سيمي كولون. داخل هذا الكلاس راح اكتب الان كلمة واحدة. هذه الكلمة هذا الفيديو ما اريدك تهتم بمعناها لان راح نفصلها بالفيديوهات القادمة ان شاء الله. راح اكتب كلمة public. كلمة public معناها بشكل عام هي شيء عام. حاليا انا ما اريد افهم فكرتها البرمجية لان ان شاء الله نفهمها بعد فيديوين او ثلاثة من نوصل لها. اوكي، بعد ما كتبت public الان اجي امثل اللي عندي. انا عندي متغيرات قلنا اللي هي الخصائص، عندي company model color max speed. راح اجي اكتب string company. بهذا الشكل انا ضفت للسيارة اسم شركة. بعدها عندي ايضا الصفة الثانية model وقلنا السنة مثلا، وخلي semicolon. بعدها عندي الكلر، والكلر قلنا ايضا عبارة عن string color. بعد الكلر عندي الماكس سبيد واللي هو قلنا عبارة عن رقم انتجر ماكس سبيد. اوكي، الان كونت كل هذه الخصائص. قبل ما اطور هذا الكلاس مع السيارة، خل اعزله هنا واحد واضيف له الافعال، راح اجي اتعلم شلون اسوي سيارة. انا احنا قلنا عندنا مفهومين، يعني المفهوم الاول اللي اخذناه هو كان كلاس، والمفهوم الثاني هو اوبجكت اللي هو عبارة عن كائن مأخوذ من هذا الكلاس. يعني قلت لما الكلاس فقط انا عندي اعرف انه السيارة بيها شركة بس ما اعرف شنو شركتها، اعرف السيارة انه بيها سرعة بس ماكس سبيد او سرعة قصوى بس ما اعرف ايش قد سرعة. انا بحكي عن سيارات بشكل عام، يعني اذا سألني واحد ايش قد السرعة القصوى للسيارات اكيد ما الها جواب ولا الها قيمة. ليش؟ لان يعني بشكل عام كل سيارة تختلف سرعتها عن الاخرى الماكس سبيد الخاصة بيها. لو سألني واحد قال لي سيارات بيا سنة صنعوها، سيارة صنعوها ب 2010، سيارة 2017، سيارة ب 1990، كل سيارة بسنة شكل صنعت. فبشكل عام السيارات، إذا الكلاس راح تمتلك الخصائص مالته كلها كأنما فارغة داخل الكلاس، ما راح تكون إلها قيم. أجي الأوبجكت، عملية صناعة أوبجكت من هذا الكلاس، يعني أنا أسوي سيارة من كلاس السيارات، السيارة هذه بيها اسم شركة وبيها موديل وبيها كلر. هذه العملية راح تكون بالضبط نفس عملية تعريف المتغيرات. يعني انا من اجتدى اعرف رقم راح اكتب انتجر مثلا اكس. الان لما اريد اجي اعرف سيارة راح اكتب كار مثلا سي وان. اوكي، بهذه الطريقة راح اعرف او اصنع كائن من هذه الفئة. الان اجيب المين اقول له كار C1.
لما كتبت هذه الخطوة انصنعت عندي سيارة تحتوي كل هذه الخصائص الآن. أوكي، شلون راح أجي أوصل هذه السيارة حين بها خصائص؟ وقلنا هاي السيارة عبارة عن أوبجكت سي 1. هذا الأوبجكت نوع سيارة. زين، أنا مستمع عرفت أنه أنا اشتريت سيارة معينة. هذه السيارة اللي اشتريتها بعد ما أقول لهم أنا ما أعرف بها سنة صنعت هذه السيارة أو يا شركة صنعتها، لازم بها خصائص. فشلون راح أجي أسوي هذه الخصائص؟ ممكن أجي أنا أقول له سي 1 دوت مثلا كومباني يساوي لي فورد. الآن خزنت قيمة فورد بالسيارة سي 1 بالكومباني، يعني شركة سيارة سي 1، ما له علاقة هذه الكومباني وحد، هذه الكومباني خاصة بسيارة بشكل عام، لكن هذه الكومباني خاصة بالسيارة سي 1. أوكي، بعدها أجي ممكن أقول له سي 1 دوت الموديل مثلا يساوي لي 2012. طبعا خليته بدون دبل كوتيشن، ليش؟ لان انا هنا عندي انتجر معرف الموديل. الان بعدها راح اجي اقول سي 1 دوت كلر يساوي لي سيلفر، وسي 1 دوت ماكس سبيد يساوي لي 160. اوكي، طبعا هذه مواصفات بشكل عام، احنا ما نريد ناخذ الفكره فقط مو بصوره موضوعيه. الان هذه الطريقه قدرت اخزن هذه القيم بالاوبجكت هذا، صار لها الشركه وصار لها سرعه قصوى، هذه السياره سي 1 وصار لها موديل وصار لها لون. الان بكل بساطه هذه السياره اللي قطيتها ممكن اسوي قراءة نفس الطريقة، يعني اقول له بدل ما اقول له c1.company مثلا اقول له cmc1.company. بكل بساطة القاعدة اللي راح امشي عليها حاليا فقط اسم الكائن اللي صنعته او اسم المتغير اللي سويته من نوع السيارات، نقطة الخاصية مالته او صفته. اوكي، خلنا نرجع للشكل القديم. إذا أريد أطبع مثلا هذه المتغيرات أو الخصائص، راح أقول cout c1 dot مثلا max speed. لو أجي أنفذ الآن، ننتظر تنفيذ البرنامج. 160. اوكي، راح اضيف اني من عندي متغير اخر اسميه فقط سبيد. اوكي، هذا السبيد اول ما اخذ السيارة اني اكيد راح تكون السبيد مالتها صفر، سيارة واقفة ما اشتريها وهي تمشي مثلا، السبيد راح يساوي لي صفر. اوكي، راح اجي الان الى الافعال. قلنا شنو ممكن الأفعال اللي تسويها السيارة؟ قلنا ممكن go، ممكن stop، ممكن speed up. شنو الفعل؟ راح أجي أمثل هذه الأفعال. قلنا إحنا الأفعال تتمثل على شكل function. أوكي، نفس طريقة الفانكشن اللي تعلمتها أنا بالسابق من تعلمت ال procedure programming، راح أسويها. إذا دالة ما ترجع لي شيء أكيد void، يعني ما أريد أرجع أي قيمة. راح أقول له void مثلا go. هذا الجو مثلا وظيفته هي عبارة عن function، راح يسوي لي السبيد تساوي مثلا 20 فقط، هذا الفعل يعني غيرت لي السرعة. لاحظ go تحركت السيارة فعل صار، اما color فهو خاصية او صفة بالسيارة. الان اجي هذه السي 1 هسه انا منطيها السبيد صفر. اوكي، راح يقول له اطبع لي السيارة الاولى، اطبع لي سرعتها. وانزل سطر. الان راح اقول لهذه السيارة، راح اقول لها جو.
اوكي، بعدها راح اقول له اطبع لي سرعة هذه السيارة. اوكي، اجي الان انفذ هذا البرنامج. لاحظ طبع لي اول شيء صفر قبل ما تحرك السيارة، من صارت تحركت السيارة صارت 20. اوكي، ممكن اسوي فعل اخر، اسوي فعل ستوب. حتى اسوي فعل قلنا راح نسوي دالة void stop. هذا الستوب كل اللي راح يسويه راح يسوي السبيد مالتها صفر. اوكي، خلينا نسوي فعل اخر اللي هو كان سبيد اب، راح اقول له void speed up. والآن أقول له speed plus يساوي 15 زي السرعة 15. أوكي، الآن السيارة مالتي كانت صفر سرعتها، بعدها قلت له C1 اطبع لي سرعتها صفر طبع لي، بعدين شغلت السيارة جو قلت لها اطبع لي السرعة 20. الآن راح اسوي التالي C1 دوت سبيد اب، مرتين راح اقول لها زيد لي السرعة، راح ارجع مرة اخرى اقول لها مرة لو زيد لي السرعة سبيد اب. الآن راح اجي اقول له C1 سيارة كار 1 دوت سبيد، فقط السرعة. لاحظ هنا انا دا اطبع الخاصية وليس الدالة، الدالة فقط دا تدعيها، لان هنا الدالة ممكن اسميها اني ميثود داخل الكلاس، طبعا تؤدي لي وظيفة فقط سوت فعل، اما اللي دا اقدر اطبعه ودا اقدر اوصل له هو الخاصية. لو اجي الان وانقر 9 حتى ننفذ، لاحظ ما خليت اند لاين لما انطبعت السرعة هنا فطلع لي الناتج بشكل غير مرتب. نفذ الآن، لاحظ كانت السيارة واقفة صفر، بعدها 20 زيادة السرعة صارت 50. الآن ممكن أريد أنطي أمر لهذه السيارة تتوقف، راح أقول لها C1 دوت ستوب. وبعد ما توقفت خلنا نطبع السرعة C out، لازم أقول له C1 السيارة الأولى كار 1 دوت سبيد اند لاين، وهنا نخلي اند لاين. اوكي، لاحظوا وياي تتبع هذا البرنامج، سويت سيارة انطيتها الشركة مالتها، انطيتها الموديل، انطيتها اللون، انطيتها السرعة القصوى اللي تقدر توصل لها، قلت له سبيد سرعتها اول ما اخذتها صفر كانت، بعدين قلت له اطبع لي السرعة، بعدين شغلت السيارة وطبعت السرعة، زيدت السرعة مرتين يلا طبعت السرعة، وقفت السيارة وطبعت السرعة. شوف مخرج البرنامج، اكو اشكال. ها انا هنا كاتب end، لازم اكتب end line ناسي حرف ال L. نفذ الان، لاحظ صفر كانت واقفة، شغلتها صارت 20، زيت السرعة مرتين وطبعت صارت 50، وقفتها رجعت صفر. هذه فكرة جدا مبسطة عن التعامل ويا object وكلاس. طبعا احنا سويناه هنا بشكل مطول، شوي شوي راح نعرف نختصر ونرتب اكثر ان شاء الله للبرنامج مالتنا، ونتعلم صفات واشياء اخرى بالكلاسات والبرمجة كانت توجه بشكل عام. شكرا لمشاهدة هذا الفيديو، نشوفكم بالفيديو القادم ان شاء الله.